عبد الرحمن الشمري. طبعا يغيب الحارس محمد الشمري بداعي الإصابة. الأفضلية للعدالة، أربع فوز للعدالة، فوزين للعربي، وحضر التعادل في أول ربع ساعة للإصابة. بالسلامة إن شاء الله. وليد الآن بالتحضير إلى أورو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة، انتصار على الصفا، هدفهم خسارة بالديربي أمام النجمة، لكن دعونا نشاهد الهجمة لكنها قطعت. علمون أن الانتصار ولا غير الانتصار أصر، وكيف وشاهدنا كيف كان العربي في الموسم الماضي في آخر الجولات فقط. الآن محاولة لمصلحة نادي العدالة، لكن التغطية الدفاعية إلى الخلف سارعة خاطئة، لكنها تعود الآن إلى الجهة اليسرى الآن بحثا عن أولاجون. خطير خطير أولاجون أمام فيليب، يحاول المر كرة منقولة لمصلحة، هنالك خطأ على اللاعب إكسندراش. 14 العين أحد في المركز ال 15 16 مباراة، المباراة خذ لك مباراة الآن كبيرة، آخر 10 دقائق ماذا تخفي لنا؟ هذه لديه لاعب جدا رائع.